تنبهتنا من بدري ان احنا ما بنسجلش يا استاذ شعراوي. يلا حصل خير. طيب، لكن كل الحاجات الحديثه من اول سنه 2000 بدات الفكر يطلع، وبدا يقولوا لا الموضوع مش هينفع والدنيا بطيئه جدا. شرقاوي ناس والدنيا بطيئه جدا، فبداوا يعملوا افكار. يعني لو الناس بحثت هتلاقي حاجه اسمها الماب ريديوس، وهتلاقي حاجات كده كلها قايمه على البيجات. المهم يعني بعيد عن التفصيل، ليه داخليا بتتم بالشكل ده. وقلت لكم الناس، لو الناس منكم اشتركت في كورس البيجات هتعرف الكلام ده بالتفصيل ليه. لكن المهم انا عندي بيانات ضخمه، طب ازاي هقدر اعالجها واجيب نتيجه بسرعه؟ ما هي برضه انا عندي مشكله، عرفت اشيل البيانات كبيره، ارد على الناس ازاي بسرعه؟ فطبعا كان الموضوع صعب. فنزل بقى ايه البروسيسنج، عمليات معالجه ذكيه جدا عشان تقدر توصل للبيانات بشكل سريع. فمن اشهر الحاجات اللي ظهرت في السوق تقدر تعمل معالجه سريعه كان حاجه اسمها هادوب. هادوب ده سوفت وير، خلاص، مهمته عمليه البروسيسنج، المعالجه مش التخزين. يتكلم مع داتابيز اتش بيز ماشي، يتكلم مع اتش بي اف اس ماشي، يتكلم مع هايف ماشي، يتكلم مع مونجو دي بي ماشي، يتكلم مع اي داتابيز من انواع الجديده الحديثه ما عندوش مشكله، ويقدر يتكلم مع الداتابيز القديمه ما عندوش مشكله برضه. بس هو بيعالج، يتعامل مع البيانات بشكل سريع جدا وبتنسيق، بيسموه البارلل بروسيسنج. يعني البارلل بروسيسنج يعني المعالجه على التوازن، يعني بيقدر يعمل اكتر من عمليه على نفس الوقت بتقسيمات معينه، بحيث ان هو ياخد سرعه غير طبيعيه في الشغل. تمام. وليه بقى تقسيم وتوزيع ليه سيناريو كبير جدا بيعمله داخليا عشان يقدر يبقى يخلي الدنيا سريعه جدا. السبارك عل عليه. يعني ايه عل عليه؟ دي كلمه مصريه. على افضل يعني ايه؟ افضل. يعني عمل سبب، عمل تحديث اعلى شويه، انه بدا يعمل حاجه اسمها ان ميموري داتابيز او الان ميموري بروسيسنج. ان ميموري بروسيسنج، ان ميموري بروسيسنج يعني بدا يعالج على طول على الطاير وهو في الرام. ما شاء الله. ما بقاش بينزل على الداتابيز وياخد بيانات ويعالجها ويطلع، لا لا لا، هو بيبقى يعمل الشغل ده على الطاير. لدرجه البيانات اللي هي بتبقى موجوده دلوقتي يعني دائره حاليا بتتاخد من الرام للرام، وطبعا انت ما بتتدخلش في كل التفاصيل دي، ودي الحلاوه. انت تفهمها وتبقى عارف هي شغاله ازاي. لكن في الاخر بتلاقي الحاجات دي جاهزه، انت ما بتتدخلش في التفاصيل، بتقول له ارمي من الرامه دي للرامه دي اعمل مش عارف، لانك هتتجنن. دي عايزه، ده عايز ابدا الواحد يبرمجها لوحده يعني. لا طبعا الحاجات دي بتتم بشكل اوتوماتيك. فالسبارك من اعلى الحاجات في البروسيسنج، سريع جدا، واللي بيشتغل كمان على الرام، فبيعمل سرعه جامده جدا لمعالجه البيانات. مع ان هو يتربط مع داتابيز، من الداتابيز الحديثه معناه انك بتتكلم في شغل قوي جدا، كما هو موجود في الابلكيشنز الضخمه، الابلكيشنز القويه الحديثه اللي هي عقل السوق. يعني بتتكلم احنا ممكن نربطه بكاسندرا مثلا. كاسندرا كده معناها انت ماشي طريق طريق فيسبوك، فاهمني؟ ممكن تشتغل بكذا اسلوب تاني مختلف، كلها شغلات تقيل. فانت ماشي في طريق اللي هو يبقى انت عامل سيستم، مهما البيانات كبرت ما عندكش مشكله، وتقدر تسرع زي ما انت عايز، وشغل بقى على الكلاود كومبيوتنج والكلام ده كله، يبقى ده هو اصلا جاي جاهز للكلام ده، جاي مستعد، هو اوتوماتيك ومتظبط للكلام ده. يعني بدون تدخل منك، هو بيفهم الكلاود وبيفهم الاجهزه المتركبه على الكلاود، وبيرمي بياناته في كل حته وبيعالجها وبيجمعها وبيشتغل بيها كل الكلام ده، وانت مش داري. كل الكلام ده بيتم، هو متجهز ان هو يشتغل في البيئه دي، فاهمني؟ هو متجهز انه يشتغل على الكلاود، متجهز انه يشتغل بيج داتا، متجهز انه يشتغل بسرعه، متجهز كل الكلام ده تقدر تستعمله، وهو متجهز انه يشتغل في الايه؟ الاساليب القويه. عشان كده السبارك هو في الاول وفي الاخر هو عباره عن ايه؟ عباره عن يعني بروسيسنج ابلكيشن. لو مثلا ضربنا سبارك، هو سبارك دوت، طبعا هو تبع اباتشي طبعا دوت اورج. طبعا اول حاجه تلاقي في سبارك بيتكلموا عليها، لو جيت قريت كده قال لك بص يونيفايد اناليتكس انجن فور لارج سكيل داتا بروسيسنج. يعني والله هم كتبوها فعلا ونوروها، لان هي فعلا لمت القصه كلها باختصار. يعني
تمام؟ يعني بيقول لك ان الراجل ده يديفاين يعني ايه؟ موحد، تمام؟ واناليتكس عشان يعمل تحليل للبيانات، يعني يقدر يخش في البيانات ويشوف ويجمع ويعمل احصائيات ويطلع ويسيرش طبعا كل الكلام ده كله. يبقى هو انجن للتحليل وعام، يونيفايد يعني شكل هو موحد، يعني بشكل اساسي واحد بس بيقدر يتعامل مع اي حاجه، تمام؟ بس مش بس كده، فور لارج سكيل داتا بروسيسنج، يعني معالجه البيانات اللي هي الشاسعه، لكن بعد البيانات البسيطه هيعملها طبعا. هنعملها دي حاجه بالنسبه له يعني بسيطه، بس انا بكلمك ان هو دي الحته المميزه اللي عنده. دي الحته المميزه اللي عنده. تلاحظوا ايه بقى؟ السبيد، اول نقطه اتكلموا عليها. السبيد قال لك الورد الورك لود بيشتغل 100 مره اسرع. انت متخيلين؟ مش على الطبيعي بيشتغل 100 مره اسرع من الطبيعي. من الحاجات العاديه. فتلاحظوا اباتش سبارك اشيب ايه؟ هاي بيرفورمانس، حاجه عاليه جدا فور بوز، الحاجتين باتش اند ستريمنج داتا. ايه الباتش والستريمنج داتا؟ الباتش يا شباب معرفش دخلتنا اشرح حته، بس يعني المهم تستفيدوا منها يعني. ولا دكتور انت حمسنا كثير يعني. انت قعدت تقول لي خش في، انا كنت مأخر الجزء ده في الانفانس، بس ممكن نبدا بيه لو انت عايز. جد انت حمسنا كثير ما شاء الله. حمسنا كثير ما شاء الله دكتور. انا والله فتحت الموقع الرسمي، يعني هم الموضوع ده على فكره بره واخد درجه عاليه جدا، جوه في الوطن العربي لسه ما خدش درجته لان الناس على علم ضعيف. يعني العلم هو المشكله، يعني انا جيت قلت دلوقتي عايز ناس تشتغل سبارك، الناس مش عارفه ايه سبارك ولا عارفه تشتغل الكلام ده. هي دي المشكله. يعني في السوق مش لاقيين ناس، لكن لما نلاقي ناس هتبقى الدنيا مختلفه. تلاحظوا ان هو بيقارن 100 مره اسرع مش من العادي على فكره، انا اسف انا قلت من مقارنه مع العادي. لما جيت بصيت قال لي لا مش مقارنه مع العادي، مقارنه مع هدوب. وهدوب حاجه سريعه جدا عن العادي. واخدين بالكم؟ حاجه سريعه جدا عن العادي. يعني 100 مره ما سمعتش. 100 مره اسرع من هدوب. 100 مره اسرع من هدوب. ما شاء الله كده حاجه. بس هل ده مناسب للمشاريع الصغيره يا دكتور او المتوسطه يعني؟ سبارك هدوب لا. هتلاحظ ده انت ذات نفسك. انت هتلاحظ ده ذات نفسك. هتلاحظ ازاي؟ هتلاقي انك هتيجي تنزل هدوب الجهاز هيطلع لسانه وهيموت منك. بجد يعني. عايز اجهزه وحاجات شديده جدا. هتلاحظ ان سبارك لايت جدا ومش تقيل ولا حاجه والدنيا ماشيه معاك كويس. مش بالغباوه بتاعت هدوب. هتلاحظ ان هو يعني ينفع للمشروعات البسيطه، مش محتاج صعوبه ولا حاجه. تمام؟ تمام. الباتش داتا والستريمنج داتا، الباتش داتا المقصود بيها ان البيانات جت واتخزنت جوه داتابيز مثلا، وبعد كده بتعمل عليها المعالجه بتاعتها سواء بالاضافه او بالتعديل او بالحذف او بالبحث او اي حاجه من الحاجات دي. دي الباتش اللي هي الطبيعي فري. محمد الشرقاوي بيقول لي هو فري ولا لا؟ هو فري. تمام؟ لانه تبع باتش اساسا. فده الباتش داتا. الستريم داتا يا جماعه عارفين ايه هي؟ دي بره، دي مستوى اعلى من الكورس اللي احنا فيه دلوقتي، بس هقول لكم نبذه عنه. الستريم ان هو البيانات هي وماشيه، هي وماشيه قبل ما تنزل في الداتابيز يبدا يشتغل عليها ويعالج عليها على الطاير وعلى مستوى عالي جدا من الشغل. ده اسمه ستريمنج داتا، يعني قبل ما ينزل ويستقر جوه الداتابيز انا اقدر اشتغل عليه واسلكت منه وانسبت فيه واعمل كل اللي عايزه. تخيلوا طبعا. والموضوع مش صعب يعني، يعني ممكن واحد يقول لك يا عم بس هتلاقي الشغل فيه موت، هتلاقي الشغل فيه موت موت. لا يا عم مش موت. بص هنا اهو مثال اهو مدهولي. ما اعرفش شايفينه ولا لا، انا ما كنتش يعني جاهز ان انا اقول لكم الكلام ده، بس يعني انا حابب طبعا اتكلم في الكلام ده يعني. بصوا عمل لك دي اف وقال لك سبارك دوت ريد، يعني يا سبارك ريد جيسون، وقام مديله ملف جيسون. فيها حاجه دي؟ لا. قرا ملف جيسون. في الدي اف الفايل بتاعك ده قال لك وير ان الايدج اكبر من 21 هيجيب لك كل البيانات اللي الايدج بتاعتك 21، سيلكت لي النيم دوت فيرست، يعني هات لي فيرست نيم واعرض بس خلاص. اكنك بتكتب جمله اس كيو اللي عارف اس كيو. صحيح. نعم.
تمام؟ دي حاجة اسمها الداتا فريم اي بي اي. ازاي بتريد حتى قريبة حتى قريبة دكتور من لينك يو اللي نستخدمه في السي شارب. مظبوط. نفس الاسلوب. مظبوط. تمام؟ تلاحظوا ان هو يقول لك بيكتب بالجافا زي ما قلت لكم، بيكتب بالسكالا، خلاص بيكتب بالبايثون. الار دي لغه، لغه برمجه برضو بس شويه لغه شكلها وكتابتها اكثر واخده شكل شكل ناس للناس الاحصائيين، يعني مناسبه قوي للناس بتوع الاستاتستيكال كده وكلام زي كده. حتى مايكروسوفت. نعم تبعت مايكروسوفت ار صح؟ كان مايكروسوفت بشوفها في، مش متاكد ان الار عاملها مايكروسوفت دي، مثال لا المعلومه دي مش مظبوطه يعني. اتخيل كده على طول يعني، انا ما بص مش فاكر بس ما لا اتخيل بشوفها بالفيجوال ستوديو عملت فرح لو ما شفنا بشوفها بالفيجوال ستوديو. ده مخصص للبايثون. لا عشان هي فري، وهتلاقي البايثون موجود عشان هو فري، وهتلاقي البي اتش بي موجود صحيح، لكن مش عشان حاجه. يعني ده انا اقدر اتعامل معاه بالبي اتش بي يا دكتور ولا ده مخصص للبايثون؟ هو ايه ده؟ سبارك؟ السبارك ده سبارك. لا بي اتش بي لا. سبارك ايه الموازي او المعادل اللي بنبرمج؟ بص دي اللغات اللي بنبرمج بيها في السبارك، دي اللغات اللي بنستخدمها. يعني طبعا هنركز على البايثون بس، فاهمني؟ مش هناخد بقى الكلام ده. احنا سبارك طبعا اس كيو ال هناخد منه حاجات يعني، طبعا مهم بالنسبه لنا عشان نتعامل مع الداتا يعني. لكن الاخر بايثون. لكن هو في واحد ياخد ويدرس سبارك بالجافا، واحد يدرس سبارك بالسكالا، الاخر مش فارق، هي كلهم لغات شبه بعض يعني، كلهم محصل بعض. هنا بقى هشرح حاجه بسيطه جدا. ادي الاباتشي سبارك فيه حاجات كتير شغاله، بتعمل كل حاجه، بتعمل حاجه من ضمنهم مثلا من اشهر الحاجات اللي موجوده الام ليب اللي هي الماشين ليرنينج لايبراري بتاعت الاباتشي، متركب على فوق السبارك متركبه ماشين ليرنينج. يعني ممكن تدرس ماشين ليرنينج على السبارك، ده برضه ممكن يكون ان شاء الله في المستويات اللي جايه تدرس ماشين ليرنينج يعني اي اي وكلام من ده على السبارك من فوقيه على طول. تمام، ودي الحته اللي احنا هنتكلم فيها ان شاء الله اللي هي السبارك اس كيو ال. تمام، فوق اللي هي اباتشي سبارك هنتكلم عن السبارك اس كيو ال وازاي نتعامل مع الداتابيز وكده. ودي الحته اللي اتكلمنا عليها قبل كده اللي هي السبارك سبارك ستريم اللي هو يتعامل مع بيانات على الطاير. تمام، في حاجه اسمها الجراف موجوده برضو جوه ايه السبارك. فادي تلاحظوا طبعا سبارك بيرن في اي حته، بيرن فوق هدوب، يعني ممكن يتعامل مع يعني يبقى شغال هو هدوب على التوازي، ما عندوش يعني مش متضادين، يقدر يشتغل مع الهدوب. مش كده حاطين ايه؟ حاطين لك هدوب. الكاسندرا كنا بنتكلم عليها من شويه صح، اللي هي الكاسندرا اللي هي الداتابيز بتاعت فيسبوك صح؟ كنا عليه صح. وفي اباتشي اتش بيز، اتش بيز برضه من الداتابيز المهمه، وهي دي كولوم داتابيز ودي كولوم داتابيز بس يعني التصنيف يعني. يعني الحاجات دي على فكره التصنيفات والحاجات دي وايه الفكر الفرق ما بينهم، الكلام ده الناس اللي داخله كورس البيج داتا هتلاقي الكلام ده مشروح بالتفصيل، وايه الفروق وانه الاحسن وانه امتى يبقى اوحش وانه احسن في ايه، والكلام ده كله بالتفصيل ان شاء الله. ده بالنسبه لل الجزء بتاع السبارك اللي كان بيسال. نعم دكتور. طيب بالنسبه للخطه ما شاء الله يعني ممتازه دكتور، بس الان احنا يعني راح ناخذ الماي اس كيو ال وراح ناخذ شو اسمها ذيك طيب ليش ما ناخذ يعني انت بتحكي ماي اس كيو ال صحيح مشهوره، بس ليش ما ناخذ يعني هي الفكره كلها دكتور راح تتعامل معها شركات، يعني خلينا نحكي ليش ما نتعامل مع تبع الاس كيو ال اوراكل اس كيو ال؟ يعني انا شايف ممكن لانها ممكن يكون ممتاز. هي اوراكل هي اوراكل يعني لو الاخر اوراكل اوراكل هو هي اوراكل هي اوراكل بس هي اوراكل يعني هي تبع اوراكل هي اوراكل شركه اوراكل، بس ممكن شوي الكوماند في بعض الاشياء مختلفه ولا لا نفس الشيء؟ لا 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 هتلاقي فوق 80% واحد. طب خلاص دكتور فوق 80% لان انا لاني اخطا انا يعني بشتغل اوراكل اس كيو ال، فهمت علي؟ هتلاقي نفسك مايكروسوفت اس كيو ال هتلاقي نفسك كله تمام، مش هتلاقي اختلافات يعني غير نادرا يعني. انت عندك بص الماي سيكول الاس كيو ال سيرفر الاوراكل داتا بيز البوست نفس الشيء ريليشن، هي كلها نفس الشيء تقريبا ريليشن وكلهم اس كيو ال تقريبا ستاندرد اس كيو ال، يعني تقريبا هتلاقي كل يعني الا بعض الجمل، لكن الستاندرد كله هو واحد.
صحيح. مش هتحس باي اختلاف ولا هتفرق معاك عادي يعني. طب المونجو، دي بي دي بي المونجو هي بعيده عن ريليشن ولا بتاخذ ضمن الريليشن؟ ما لهاش ريليشن خالص، ما لهاش دخل من قريب ولا من بعيد. دي شغاله حاجه اسمها دوكيمنت داتابيس، دي شغاله حاجه اسمها دوكيمنت داتابيس. ودي اسلوب اصلا مبني كله على الجيسون، مبني على الجيسون فايل، مش مبني خالص ولا في ريليشن شيبس علاقات ولا في اس كيو ال ولا الكلام ده خالص، ما عندناش الكلام ده خالص. فهي نوع تاني خالص. احنا عندنا في الانواع الحديثه هي اصلا نوع سيكوال. بتقولي ايه؟ انا مش سمعتش كده، بس بتقولي نو سيكوال ولا بتقولي ايه؟ انا بقول لحضرتك هي نو سيكوال ومعتمده على الكوليكشن. معتمده على ايه؟ على الكوليكشن. الكوليكشنز ايكوال تيبلز يعني. لو ما فيهاش تيبلز زي ماي سيكوال. هي احنا بنقول التيبلز هي كوليكشن يعني، هنا المسمى بس مختلف. جاي في الاخر دوكيومنتس مرميه في كل مكان وليها نظام، بس في الاخر انت ممكن تبص لها من منظور اليوزر ان هي فيها تيبلز عادي زي كوليكشن، بس سموها كوليكشن لو من منظور اليوزر يعني. لكن هي فعليا من جوه شغاله بسكوب مختلف تماما عن التيبلز. احنا بص في الحته دي ممكن عايزين تغير المونجو دي بي، ما عنديش مشكله. احنا عندنا بص الحاجات الحديثه عشان اريحك، في حاجه اسمها الكي فاليو داتابيز، وفي الدوكيمنت داتابيز، وفي حاجه اسمها الكولوم داتابيز، وفي اسمها الجراف داتابيز. كل دي هي دي الاربع التصنيفات الرئيسيه. المونجو تندرج تحت الدوكيمنت داتابيز، نوع من انواع يعني. طبعا انا عارف ان الحته دي لو شرحتها الشرح هيطول شويه، عايزين نشرحها ماشي، بصوا عليها براحتكم يعني. بس دكتور، هي مشهوره المونجو دي بي، خاصه ما تتعامل مع الجيسون، والجيسون هي اللي ماخذه ترند عاليه يعني. طبعا قويه، لان حتى الريست فول انت بتبين على الجيسون يعني. كده كده الجيسون ده موجود كده كده، ما فيهوش يعني كلام يعني. بوست جري اللي بيسال على بوست جري محمد مرزوق، هي ايكوال ماي سيكوال يعني. بوست جري ايكوال استوديو سيرفر ايكوال ماي سيكوال ايكوال اوركل داتا بيس. اختاروا اي واحده منهم، انا ما عنديش اي مشكله يعني، كلهم واحد حقيقه يعني، كلهم واحد. بس اشهرهم على السوق في السيرفرات ماي سيكوال، وبعديها بوست جري على السيرفرات يعني. وقويه جدا. فكل السيرفرات لعبها بوست جري، ده كده هديه يعني. هو ترشيح حضرتك هيكون افضل يا دكتور يعني. ايه؟ ترشيحات حضرتك هتكون افضل يعني، ما دام كل واحد يعني. هو ماي سيكوال ومانجو دول داتا بيز افضل خلاص، مفيش مشكله. هم مش افضل تمام، هم اشهر يعني. اقصد ايه؟ الشركات عايزاهم، موجودين في الشركات. فيز منا مرزوق ليه راي كويس، بيقول لي البوست جري اس كيو ال عشان الناس عايز تستعد الاودو. برضه وجهه نظر، وجهه نظر سليم. البوست جري على فكره من احب الداتابيز ليا يعني، داتابيز قويه مش قليله يعني، بس هي مش منتشره عندنا برضه كاسم. دي بوست جري اس كيو ال، هي برضه نفس العائله بتاعت الماي سيكوال والاوركا داتابيز والسيرفر كله. عايزيننا نقول بوست جري، نقول بوست جري ده داتابيز محترمه جدا، وهتلاقوا الاوامر بتاعه اس كيو ال السيرت والابديت والديليت والسلكت، وكذلك الكرييت والالدر والدروب والحاجات دي العاديه. طبعا هي ستاندرد، هي ستاندرد زي ما حكيت، هي ستاندرد كله نفس الشيء. كلهم نفس الشيء. خلاص خلينا ماي سيكوال ومانجو داتابيز. نعم، خلينا ماي سيكوال ومانجو داتابيز. مش عارف انت بتخيرنا بين ان هو التراك هيكون ازاي، هناخد اي داتابيز؟ هو زميلنا بيقول يا ريت بوست جري علشان يستعد اللي هو الناس عايز تخش اودو، فاهمني؟ عايز يبقى ايه؟ يبقى فاهمها ويعرف يشتغل معاها، عشان هو بيستعد ان هو يشتغل اودو يعني. فما فيش مشكله يعني، صدقني هي يعني اللي هياخد دي. ممكن اقول لكم على حاجه؟
اوريكم الكونكشن على الاثنين بس نثبت واحد ناخد على التمارين. تمام كده؟ ماشي دكتور. اه كويس. ماي اس كيو ال وناخد اذا كان في اختلاف. هي دي اصلا ما فيهاش اختلاف. هي نفس الشيء. لو انت اتعلمت واحده هتنقل نفسك على الثانيه وانت مستريح جدا ما فيهاش اي مشاكل خالص. تحس ان انت يعني بتتسلى يعني تفتح التوتوريال قدامك وتشتغل مش محتاج حد يشرح لك لانك فهمت اللعبه ماشيه ازاي. فاهمني؟ فمش هناخد الاثنين لكن هنكونكت على ماي سيكوال ونكونكت على بوست جري. دول الفرق الاختلاف الاساسي. اما باقي الاوامر كلها واحد. اختار يا اما بوست جري يا ماي سيكوال بس تجرب عليها. واللي اللي اشتغل على بوست جري كويس يعرف ان هو شغال على ماي سيكوال. بتاع ماي سيكوال كويس يعرف ان هو شغال على بوست جري كويس وكذلك سيكوال سيرفر وكذلك اوريكل كل واحد. النوعيه دي المجموعه دي كلها شكل واحد وطعم واحد ونظام واحد. فما تشغلوش بالكم بيه. نعم صحيح دكتور. انا مجربه يعني كلها نفس الشيء دكتور. كلها نفس الشيء. احنا ممكن كمان ممكن اديكم البوست جري وانا بتكلم مع السبارك يعني ما فيش مشكله. يعني ممكن واحنا بنتكلم مع السبارك يعني لو اخذنا انا ماي سيكوال عشان مش عايز حد يبقى زعلان. واحنا بنتكلم في الاساس البسيط ماي سيكوال نيجي نقعد واحنا بنتكلم على سبارك اس كيو ال اديكم بوست جري بقى اديكم ماي سيكوال يعني. يعني كنت عايز اديكم نفس الحاجه اللي عشان توفر وقت. يا دكتور بس انا كان ليا راي بعد اذنك. اتفضلي. لو حد يعني بيأهل نفسه من دلوقتي ان هو بعد كده هياخد الكورس بتاع البيج داتا وكده فهي الماي سيكوال مناسبه للشغل بتاع البيج داتا؟ مناسبه الى حد ما. ما عشان كده بقول لو في حد هنا او الاغلبيه هنا بتستعد ان هي تاخد الكورس بتاع البيج داتا ان الافضل ان احنا ناخد مونجو دي بي. الافضل انك تبداي من اول هنا يعني انتوا كل الجزء ده كله بتاع بيج داتا وبتاع داتا ساينس والحاجات الكبيره هي من اول هنا. فاهمني؟ من اول هنا هناخد هايف دي داتا بيس برضه زيها زي المونجو كده. فاهمني؟ وبرضه شغاله حاجات عاليه يعني الماي سيكوال عشان تحديث بعد فيرجن 8 بعد فيرجن 8 فيرجن 8 بقت تنفع مع ناس بتوع البيج داتا بعد فيرجن 8 بقت تنفع